تشجعون العربي اكيد عشان الشعله. لا والله مو عشان الشعله، عشان الزعيم. يعني يكفي انه الزعيم الاسبوع اللي طاف كان مع العميد، والحين مع القادسيه. فالزعيم زعيم والكبير كبير. والله لعبوا زين القادسيه بصراحه. راضي على المحترفين؟ لا روماريو بس، مو بس روماريو بس. لا 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 في 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 محمد خليل روماريو ومن خالد صباح. خالد صباح لا غلطه، لا غلطه غلطه. اداء القادسيه زين والله اليوم، بس الحظ والله الحظ ضيعنا وايد. راح الدوري؟ لا وين تو الناس، فرق بيننا وبين المصدر 3 نقاط، حيل تو الناس. انا توقعت هذه المباراه بكل صعد، توقعت راح افوز 3-4. ديربي هذا ما تصير توقع ديربي، بس اليوم القادسيه وقفنا بالبلعوم. الله يعطيهم العافيه اللاعبين العرب الرجال، كانوا قد المباراه، وهذه اهم 3 نقاط بالدوري. بس صلال في جمله انا اقولها دائما، من له تاريخ حتما سيعود، وهذا العربي عاد اليوم استاذ جابر. ظلم تحكيم. ليش؟ المباراه غير الجول فاول. القادسيه يلعب ضد 12 لاعب. ليش ليش؟ بس ما في شريف خايف على الرياضه الكويتيه، كل واحد خايف على ناديه ومصالحه. شريف يخاف على الرياضه الكويتيه، كل ما كلمناهم اتحاد طلال واتحاد طلال سووا شيء بالملعب، خلي احد يشوفنا يقول والله مباراه حلوه. ما في نبي مباراه واحده احد يفوز علينا، ما في كارثه تصير بالملعب. الكره طول الجمع بيد عبد الغفور، كل ما مسكها بطح عليها، وكل ما نبي نقول يطلعون الكره. علي محمود انت رجاك توزع انذارات ولا شنو؟ معطينا الاتحاد انذارات ولا لا؟ الاتحاد معطينا انذارات؟ يلا يلا وزع انذارات. إدارة نادي القادسية بعد المباراة هذه شوفوا شغلكم بعد المباراة هذه. العربي غاب 20 سنة بس رجع ما يشوف القادسية. أنا أصلا جاي من السوبر، أنا ما أفكر بالدوري ولا أفكر بكأس السوبر، أفكر بالآسيوية. الله الله كذي صار طموحكم الحين؟ آسيوي كذي صار طموح. إدارة جديدة لما يمشي قطار العربي ما يوقف. قادسية كويت سالمية باي باي. خسرانين؟ لا ما راح الدوري. مثل ما شايف مباراة على 3 نقاط طالع الاحتفالات. انا اجزم ان في ناس من جمهور العربي اول مرة يشوفون فريقهم يفوز على القادسية، بس انا ابي عرباوي واحد يكون رجل وصريح يقول جول القادسية كان ايش فيه اليوم، بس هذا اللي ابي. اليوم التحكيم كان فيه ثغرات واغلاط كبيرة من الحكم. انتم ما قدرتوا علينا احنا الصغار ولا قدرتوا على الكبار. العربي ما اخذها بذراعه. ليش؟ الجول اللي شوف شوف العربي شوف ما شوف شيء اصلا، والله ما اشوفه شيء. دعوه قل انت قاعد تشوف لو طالعه حق منو؟ لنا. لا ما لهم صوت نهائيا، حتى الجمهور ما له صوت. ماسك اللعب كله لنا، قاعد يلعب على المرتدات ترى اذا ملاحظ. هذا من رجال نادي العربي والاداره، فنروح الجمهور بالسوبر واليوم القادسيه باذن الله الدوري عرباوي، ما في احد يقدر يوقف العربي. سموحه متى اخر مره ماخذين دوري؟ اكلتنا اخر مره ماخذين دوري 2015 16. اخر مره ماخذ دوري كان عندي بلاك بيري، كنت ادري اسمع كنت ايش اسوي ايش اسوي صار اصلهم من الزعيم يبقى زعيم. كنت ادز بنقات الحين دوري تو ما انتهى، بس اليوم لعبنا يستاهل والله والله يستاهل. بس اليوم لعبنا مباراه احسن مباراه. الجمهور بعبوا عن فرحته بشكل بسيط، يعني ما احس القادسيه الفريق اللي واو عشان انا يعني احط اعتبار واي شيء واني انا احتفل واشد حيلي بالاحتفال. لا عادي شنو يعني، انا فزت على القادسيه شنو يعني، بس ها قادسويه. ردينا يا ربع، ردينا وراجعين للساحه ان شاء الله، ونبي نقطعهم. راح تشوف لاعب ما في تحكيم كله عدل، وقدامكم عطوا لاعبين اصفر حرقناهم حرقناهم هلا حرقناهم بصوت العربي مو بصوت القادسيه.